فكرة وصل البحر الأبيض والبحر الأحمر قديمة جدا، وبنرجع إنشاء أول قناة بين البحرين على طريق النيل إلى حوالي 1380 قبل الميلاد على يد سيتي الأول أو ابنه رمسيس الثاني. تصوري حسابك تقل ابو علي، قفل على 20 جنيه. بقول لك حسابك تقل، والايام دي الحاله ماشيه بالعافيه. ايوه، مباحث امن الدوله. مين انت في مباحث امن الدوله؟ انا عايز اي حد من كبار المسؤولين عندكم. انت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ وصلني باي حد من كبار المسؤولين، والا انا هحملك المسؤوليه كامله. معاك المقدم معتصم القلب. ايوه، مين معايا؟ انا اسمي حسن بهلول. ايوه بهلول، وعندي معلومات خطيره تهم الامن، وهي المعلومات الخطيره تتقال في التليفون برضه يا فندم. ده انا بتكلم من قهوه. ايوه فندم، من قهوه. والمعلم بتاعها حشري ومطرطق ودانه وبتنشى على اي كلمه يسمعها. لا يا فندم، انا ما اقدرش اجي لوحدي، المواصلات زحمه زي ما حضرتك عارف. يا ريت تبعتوا لي عربيه. لا يا فندم بلاش البوكس، يا ريت عربيه ملاكي احسن. العنوان قهوه فتوح مولات على ناصر حرب برغوث. يا فندم برغوث، برغوث. طب يا فندم مع السلامه. بوري، ازيك يا ميمي؟ قهوة فتوح على ناصية حارة برغوت، واحضار حسن بهناسي بهلول مع معاملة برفق. زمانك ماشي بسرعة كده ليه؟ سرعة التواجد مطلوبة. يا ابن الحلال فهمني ايه الحكاية؟ احنا برضو ولاد حتة واحدة. دي مسائل كبيرة يا معلم، خليك في حالك. روق القهوة، نظفها، ولو عندك زبون شيل ممنوعات وزعه. تعرف طبعا الحكومة جاية. يا ابني يا حبيبي، أنا قلبي عليك. وأنت لو قلبك عليا كنت تقول الحساب تقل؟ لو قلبك عليا بصحيح ما كنتش تجيب ست الحساب دي خالص. مين فيكم اسمه حسن بهلول؟ في حد هنا اسمه حسن بهلول؟ معرفش. مين فيكم هنا اسمه حسن بهلول؟ انا حسن بهلول. هو حضراتكم؟ ايوه احنا. ولحقتوا توصلوا بسرعه ازاي في الزحمه دي؟ طبعا انتوا الاشراف بتاعكم خضر على طول. اتفضل معانا كده على طول من غير ما تشربوا شاي ولا تشدوا واحد بوري. يلا بسرعه، احنا مستعجلين قوي. طيب السلام عليكم يا معلم. السلام عليكم يا رجاله. سلام عليكم. اتفضلوا. طب ما حدش عايز يوصل لابو تاتا المنيب، احنا معانا عربيه. اتفضل 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 حضرتك، اتفضل اتفضل. وايه الحكايه؟ دي حسن مسكوب امن الدوله، دي حسن مسكوب امن الدوله. محروس محروس، بتوع امن الدولة خدوه ليه يا محروس؟ هما ما خدوهوش، ده هو اللي بعت جابهم عشان ياخدوه. تلاقيه عمل حاجة وبلغ عن نفسه، ما انتي عارفاه. ما تتكلم كلام عائل. ما تعرفيش ايه الحكاية يا هناء؟ أنا زي زيكم، ده سر كله معايا. بقول لك يا ست هناء، ما تنزلي تشوفي له واسطة ولا شدي له محامي. ممكن ولع لو سمحت. لو سمحت يعني. يا فضيل، يا فضيل، خد يا فضيل. اتكلم، قول على فضيل، قول على فضيل. حضرتك على فضيل؟ مين اللي بيقول على فضيل ده؟ Thank you.
اتفضل اتفضل. سعيد انا. تعرفش مين عفضيل؟ سعيد. انت يا حيوان! انت! اتكلم! انا هشايفكم مسؤولين. ابقى اجي وقت تاني. ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عند كيلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعلل فيه. ومين بقى اللي هيولع يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع. انما مين بقى دي مهمه حضراتكم. سلام عليكم. استنى، عرفت ازاي ان المصنع هيولع؟ بلاش السؤال ده لاني مش هجاوب عليه. انا عرفت وتاكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسالني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين. واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجاره. الوظيفه؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري. اصلا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى صح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي حزيت 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمدة قد ايه. وجاي حضرتك تقول لي مصلحتك ايه؟ يعني قلبك على مصلحة البلد. بالظبط كده. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ لو قلت لك مش هتصدقني. قول وانا هصدقك. مش هتصدقني. جرب.
مش هتخسر حاجة. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكرة الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. ده انت سواري بقى يا ابو علي. قضية تسعيرة. وبتبيع ايه؟ انا لا عمري بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقة صغير كده محندق، حتى الزبون يبقى جوه قفاه بره لمؤاخذه. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيره ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقه ابويا صعب عليا، شلت انا القضيه بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعاده البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجه تانية غير قضيه التسعيره؟ لا مفيش حاجه. الشعة سليمة الحمد لله. لا اخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الاغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. ابيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى اتكل على الله واروح انا؟ مع السلامة انت يا حسن. ممكن بعد اذنك.